مسجد منفصل؟ لا، هو تابع للحرم. يعني المنطقة للحرم. المسجد الذي هذا هو مسجد زي ما هو، ولكن يبغى يلحقوا كما الحقوا ذاك البغاني كمظلات. يعني يسووا مظلات، وعاد مظلات يسووا كذا، هذا علمه عند الله، ما اقدر اعلم، ما بدي انا اعيش حتى اعلم، حتى لما اشوف انه سوى زي هذاك الله اعلم. هذا ما تضعون ان شاء الله؟ ما الله اعلم. والحمد لله يا شيخ، كله طيب الحمد لله. المقصد نحن من هذا كله وجه الله، فان كان بعد هو لله، وإن كان راح هو لله. سمعت؟ ما في شيء في قلوبنا نحن شيء يعني غش أو يعني عدم رضا أو لا 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 لا، هو كله حق الله، مو حقي أنا يا غالي. أنا اسم ولد الواقف، ولد جدي، أنا اسم. سمعت؟ ولكن هو كله حق الله. عليكم وعلى الحجاج. أنا أعلم، هذا علم عند الله. سمعت؟ السيء والحسن علم عند الله. نحن هذا المحل ما نحصل منه ابدا، مثله ما يتحصل. لو يعطونا مهما يعطونا، لو يعطونا بندحر هذا المحل انا ما اصفته هذا. ولكن يقول هم يبغوا يعملوا مسجد، فالانسان يفدي روحه لله ولرسوله. سمعت؟ الانسان روحه هذه الذي هي عنده هذا لله يقدمها، ولرسول الله يقدمها. سمعت؟ يقول يبغوا يصير مسجد هذا، يقول يسووا مسجد للناس يصلوا فيه. بس ما نعرف هذا، ما نعلم. أما هذا المحل ما يتحصل زي غني. هذا المحل جدي بنا لله، ما بنا لي أنا ولا لك ولا لي. الناس يجلسوا فيه بلاش، يقعدوا ويناموا ويشربوا إلى منذ 100 سنة، ويناموا في هذا المحل ويأكلوا ويشربوا هذا، ويأخذوا فلوس في كل شهر وشهر 50 ريال مني، ويقعدوا إلى أن يموتوا. وهذه الكتب الناس تطل فيها، تقرأ فيها، تنقل منها، تأخذ وتودي. وادي ابن شبهم ونقلوا من أدي أنا، من أدي أخذوا ونقلوا. سنة فنحن شيء لله، فإن كان الله سبحانه وتعالى يحب بقاؤه يبقيه، وإن كان ما يحب بقاؤه يفنيه. وهذا كل الأمر مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، الإنسان في الدنيا يكون عبدا لله مطيع، مو عبدا لله بس يقعد في البيت، مطيع لأمر الله ولأمر الرسول. وأولي عليكم، والنبي يقول اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا حبشي. لو كان واحد عبد حبشي ويتولى عليه يقول نعم مرحبا اسمع لا تخرج. سمعت؟ وهذا أنا جلست بكرة بدي أموت. سيدنا محمد الذي هو أفضل الأنبياء، ما في واحد مثل بعد الله سيدنا محمد. سمعت؟ هو حبيبه ورسوله، فين راح؟ ما في راح. فنحن رايحين بكرة بعد أنا كمان تجي هنا تقول هذا محمد مات راح. أمس بالأمس واحد رجال واحد واقف جاي يودي الجنازة في القبو، وقف عند القبو مات أمس. يا ابني خليك مسلم لله أطيع، كل ما يأتيك من الله أقبله. انت دحين مثلا اذا بنيت مثلا مكان في مكان اخر ناوي تبقى على نفس النظام اللي انت موجود فيه؟ يعني اللي يجي يطلب العلم عندك مثلا هو على ما وضعه جدي، يعني حتفضل مستمر على نفس المنوال؟ مستمر على هذا المحل، نفس المنوال شو. على هذا المنوال. سمعت؟ اخذ الفلوس وابني محل زيه في هذا المحل، وارجع كل شيء كما كان. اللي يبغى يسكن، الا يقرا، الا يصلي، الا هذا كل حكم يصلي. ما بدي انا اخذ في بطني ولا اودي في قبري. لا 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 لا، بمجرد الوقف، الوقف والعتاق والطلاق خصمهن جد. اذا قلت لهم طالبه خلص طالبه، اذا قلت لعبد انت معدوم خلص معدوم. وقف اذا قلت خلاص من مالك، وانا جدي سوى لكن دخل في مال الله سبحانه، سوى هذا حق الله. أنا أصير دحين خدام. سمعت؟ أخدمه لوجه الله حتى أنا أحصل الثواب حق جدي. سمعت؟ وهذا شيء لله، ما في شيء. أنت مكتوب فوق الباب، ما تفهم الكلام المكتوب فيه؟ يقول مكان عد للعلماء ندية، جدا عالم، والناس يجلوا العلم عنده، وللعباد والزهاد مثوى، به للأحمديين الأعالي شيوخ النقشبنديين مأوى، رجال
للعبادة قد تخلوا به أذكارهم لله نجوى، وفوض الحق رقه مكان به علم وإرشاد وتقوى. ما في صنعة ثانية، هذا المحل إلا باب مفتوح للبنهار، اللي يبغى يتوضأ، اللي يبغى يشق، اللي يبغى يصلي، اللي يبغى يوجد، اللي يبغى يروح. منذ ألف، منذ 104 سنين هذا المحل مفتوح من يوم ما مات جدينا، من عام 1291 هذا تاريخ الوقفية حقه، وهو جدي ما ترك الدنيا في عام 1300. زمان جدك برضو كان نفس المنوال؟ لا 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 لا، نفس الشيء. المقصد هذا شيء لله لا يغير ولا يغير. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ما أنا مقصودين من هذا إلا وجه الله، ما عندنا شيء، وكان نحن ولا أولادنا ولا مقصودنا رضا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا شيء ثاني، وسيلة ثانية ما عندنا في هذا المحل. وأنا قاعد زي ما أنت شايف الناس ساكنين هنا، وهذا المحل مفتوح للعلم، الذي يبغى يطلب كتاب يطلب ينقل يكتب، هذا يبغى مفتوح، هذا هو علم السلامة. كل حين إلى واحد الحمد لله، شيء يقولوا الحكومة يقولوا يبغى ناخذ نساوي مسجد للمسلمين، فالمسجد يصلوا فيه المسلمين، هذا شيء الصواب كبير عند الله يا شيخ. بس يعني الحرم مش ما هو بعيد عن الحرم، بس اقل من 100 متر يعني من هنا. ايوه يعني بجنب الحرم يعني ما يعني والله كده كده الظاهر كده، والله اعلم. هذا الكلام الذي قالوا لنا انه هذا المحل يهدموه كله ويسووا مسجد كله، زي ما سوى ذاك المسجد اللي هناك الشقة الثانية الشقة الغربية، كما أن الشقة الشرقية كله يسوي إلى البقية، هذا كله مسجد. ولين دحين الناس تصلي يوم والله يقولوا إنهم يعطوهم فلوس، يعطوهم فلوس القيمة حق المحل، يروح يعني والمساكين هذا ما في لا عمل ولا شيء، كلهم قاعدين إذا جاء له فين يروح، ما عندهم حتى أنا أخذ الفلوس وحتى أدور محل وحتى أبني يأخذ سنتين ثلاثة أربعة. بس ما جهزت يعني ولا ما جاء، قالوا إنه نبغى نحن نأخذ المحل وطبعا الشيخ لا تبع، قالوا يبغوا يأخذوا، ونحن قلنا لهم طيب ما نقول شيء نحن، قالوا نعطيكم فلوس وإنتوا اشتروا محل بقى، وهم الباقيين الساكنين ما عملوا محل ولا يعني ما كان في ترتيب الأول مسبق يعني. لا لا ما في ترتيب ولا دكاكيننا وأماكننا، حتى دكاكين ما أعطونا ولا شيء ولا 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 محل السكنة، ما نحن ساكنين هنا ما عندنا محل، وحنا أخذنا بقى محل إيجار استأجرنا محل وسكننا فيه حقنا في محل عندي أنا بقى سكن فيه. الاستعداد أنا مستعد لإعطاهم للعنوان، إذا قالت الحكومة شيء ولدي لازم يلفت. يعني أنت مثلا في عندك مثلا يمكن بيت أو بيت، لا لا بالإيجار وبالهذا، أولادي يجوا محل وأنا عندي بيت سكنت فيه وماشي الحال بهذا الصفة. باقي الناس ما عندهم محلات، هذا اللي ساكن عندي ما عندهم محلات، فقراء ولا ما عندهم، منهم أعمى منهم ضعيف ومنهم ما يشوف ومنهم فقير، أو زي هذا اللي جاز يقول ما عندهم شيء، هذول ما جايين لهذا المحل يسكنوا في هذا المحل والسلام، ما عندهم شيء. ولا تأمل لهم محل ولا دفع ولا من أجرة ما تأمل لنا محل، هذا كله ما سهل لسه ما سهل. كم بيقدر الساكنين في الحي يعني كم والله يعني شيء كثير وادي شيء كثير. بعض محلات هناك العامة كان في بيوتهم خربانة وطايحة، الحكومة على الرباطات ندرتهم وعطتهم محلات، يعني خلتهم أجرت لهم محل يعني بدل مكان يعني بدل السكنة بدل سكناهم المحل الطايح الخربان أدت لهم محل، وهم نحن محلنا طيب نحن ما في شيء، الحمد لله نحسين نحن صابرين، يعني الله سبحانه وتعالى يوفق إلى أن يعطونا الدراهم، إلى أن يعطونا نبني محل، نشتري واحد محل نبنيه، ولكن فين يبغى هنا إذا قال الله أكبر أنت تضيف حل حرف الصلاة، أما هناك فين الذين يبغى فين 5 كيلو 10 كيلو محل حتى نروح نبني فيه، ما في محلات إلا في المدينة خلاص، ما في محلات. هم يمكن لو أدوا الفلوس قبل مدة كافية يمكن لكان درحوا قدرتوا أنكم تدبروا نفسكم بسرعة يعني. هذا الكلام ما له ستة أشهر، أنتم وغيركم مش يعني نحن 6 أشهر هذا الكلام صحيح،
قبل 6 أشهر أعلنوا إعلانا باب الحرم، قالوا بعد 6 أشهر تخلوا المحلات حق الظنون، إن كان أهل الدكاكين ولا أهل البيوت كلهم يخلوا نبغى نهدم. ولا طيب يعني لو أدوكم فلوس قبل مدة، لو أعطونا فلوس كنا بنينا جهز. لكن هم لا أعطوا فلوس ولا بنوا المحل اللي وجدنا ولا بنينا ولا سوينا شيء. ونحن جالسين على فضل الله سبحانه مستلطين أمر الله إيش يكون فيه، نحن نطيع ونمشي فيها طيبتنا وخلصنا. إن كان الله وفقهم وأعطونا فلوس مقدمة وأخروا الهدميات 2-3-4 على بال ما نبني محل، هنا قلنا عن 3-4 سنين ما ينبني محل، وبعدين فين نبني محل 10 كيلو قدام 10 كيلو عن الحرم من هنا ولا 5 كيلو ولا سيارة طبعاً لما يجي الأتوبيس كم؟ أنت دحين لما جيت أنت لما جيت لو ما جان التلفون أنا جيت من هناك، أنا بعيد هلا، أنا لي شهر زمان خرجت من هنا سكنت بخل، لأنه هم بدهم يطلبوا يقولون ونهدم دحين يقطعوا الموية والكهرباء، ليش هذا النور يقطعوا والموية يقطعوا، إذا قطعوا إيش تقدر تسوي؟ ما يجي تقدر تسوي تخرج داخل وقت، إذا خرج فهدموا المحل هم. نحن عندنا موعد الأول سفر، قالوا في أول سفر أنه إلى الهجمة، لأن الحين خبر ما جاء، لا فلوس جاء لا شيء جاء لا شيء. في يعني في هنا بعض المباني الأثرية القديمة من يمكن تقول 1000 سنة أو 700 سنة أو حاجة زي كذا، في مباني موجودة أثرية موجودة من القدم يعني. والله مباني موجودة في زمن الصحابة أو على زمن من زمن الصحابة، في محل موجود، هذا محل ما نزل النبي أبو أيوب الأنصاري سمعت اللي جمع على حكمة مكتبة حقه، أيوة. وهذا في جنبه، هذا النبي جاء نزل فيه هنا يهدون مكان ربضاته كمان، والله هذا كل ما يخلوا شيء هم وظيفة ايه لوظيفة الاغوات في الحرم؟ رئيس لا الاغوات عامة اللي بيشتغلوا في الحرم كانت ايه وظيفتهم في الحرم؟ وظيفتهم كتير، خدمتهم كتير، فرغوا النسوان من الرجال، ولما يجي واد ملك من اي ما الجيش يدخل الملك يزور ويروح باذن الملك هنا، بعدين إذا قام نجاس بزورة كمان في عندنا أولاد من عندنا صغار يخصلوا المحل أو شخة بول يخصلوا، دي خدمته مع الشرطة بوليس سوا يتعاونوا في الخدمة، خدمة الحرم ده كان كل اللي بيأدي الأغوات. أيوه في الحرم هنا مع الشرطة سوا مع البوليس. ودلوقتي يا ترى اختلف دور الاغوات عن زمان ولا ما زالت نفس المهمات هي نفس الشغل؟ ما فيش حاجه قلت؟ لا يعني بالنسبه للنظافه مثلا؟ النظافه فيه زي ما كان، برضو ما زالوا بينظفوا زي ايوه زي ما كان زي الاول. طيب تقدر تحكي لنا بالظبط الرباط ده كان ايه في الزمن ايام الاسراء وايام السعوديين؟ يعني بتاع اللبيت حقهم كل واحد يجلس في خرفة بندق كمان حرس كله، العبيد بتوع الاهوات ايوه اشتروا من السوق والغرف اللي هي كله حقهم كله. ايوه في الغرف اللي بره في المدخل كله دول هنا حقهم داء وكل ده حقهم. لكن تستخدم لإيه؟ لا دي الدكاكين برا. كانت دكاكين ولا كانت تستخدم لحاجة برا تانية؟ برا من هذا تبع البيوت هذا، أما جوا هنا تبع البيت. طيب لما أنت جيت من 37 سنة كان المبنى ده مستخدم لإيه؟
لهم بس. لا بعد العبيد استخدم ليه بعد كده؟ بعد العبيد فضل كده يعني للضيوف يجي ينزلوا من جدة ويروح. ضيوف مين؟ ضيوف من جدة. ضيوف لمين يعني للأغوات؟ لا تبعهم. أيوه ضيوف تبعهم. طيب دلوقتي برضو نفس الوظيفة هي هي ولا الوظيفة. يعني الناس اللي موجودة هنا دي ضيوف على الأغوات؟ ضيوف. أيوه ضيوف. بالنسبة للأغوات المعيشة بتاعتهم في أوقاف خاصة ليهم بتصرف عليهم؟ نعم. بالنسبة للأغوات نعم. ليهم أوقاف خاصة؟ لهم أوقاف خاصة ولك الحكومة الأوقاف ما بتصرف لهم الشهري معاش. لهم معاش شهري لحد دلوقتي في معاش ليه. أيوه في معاش من الحكومة. والأوقاف اللي هي ليهم؟ الأوقاف لهم كمان يعني كل واحد دو بيت وإذا فضل الباقي بيوت يقسموه لهم أول السنة كمان يتعجر البيوت دي أول السنة ويتقسم لهم برضه لهم هم وحكومة دي شهرية. تفتكر من 37 سنة كان في كام واحد من الأغوات في الحرم؟ كثير والله ما أقدر أودي لك حسن. كثير تقريبا كام؟ يعني كثير من الحواش ومن السودان لكن ما أقدر ليه بجراحة وادي إدي كثير. طيب قال يا ترى دلوقتي ولا زادوا؟ اول اكثر اكثر بكثير اكثر. ايوه في كم واحد طيب؟ هسه 16 نفر اللي بقيوا من الاخوات. أيه. طيب تفتكر الرباط ده اول مره اتبنى من كام سنه؟ لا ما اقدر تعرفه ما اعرف بنا زمان تركيا بحثنا ما موجودين. لا يعني ما سمعت مثلا. لا يكون تواريخ يعني ليك فترة طويلة في الأغوات. لا ما لكن أول قبلي أنا بكم شيخ فيه. طيب يا ترى من 37 سنة من أيام ما جيت الأغوات تغير كتير؟ لا ما انت المكان. لا المكان بس هم ماتوا وناس ضيوف ينزلوا. لا نفس الرباط كان بنفس الحالة بتاعته. مش رباط اسمه رستمية. رباط رستمية. أيوه. ولا ما كانش رباط؟ لا ما رباط ما اسمه ما رباط رستمية. رستمية بس من غير رباط او مدرسة اسمه كده بكلام التركي. تفتكر ليه سموه رستمية؟ ايوه رستمية. ليه اليوم رستمية؟ ما فيش سبب معين سموه رستمية؟ لا ما له سبب تاني. طيب بالنسبة للاغوات كلها منطقة الاغوات تفتكر زمان كانت تحكي لنا عنها؟ ايوه سموه الشيخ خليل توفى بعدين في واحد تاني حبشي اسمه عبد اللطيف توفى بعدين تاني في واحد انبر توفى تاني في واحد مين نصر الدين توفى بعدين في واحد اسحاق توفى بعدين عزين توفى ستة اللي قبلي انا بعدين انا بعد ما هم كان عزين ستة قبالي انا. من يعطيكم الرئاسة يعني من؟ نعم الرئاسة دي المعاش كان بيجي لكم؟ معاش يجينا من الأوقاف. من الأوقاف. أيوة أيوة من الأوقاف شهريا والباقي عند الأوقاف الجروب السنة يقسم بعد. طيب انت دحين شيخ في الاغوات مين مثلا مين اللي عينك ولا بالوراثه يعني بالاقدميه؟ ما قلت لك ده ما ده اعمل بالاقدميه يعني بالنسبه للسن الكبير الاصغر ولا بعد بالاقدميه بس وكيل وكيل. ايوه يعني بالنسبه للمنطقه حي الاغوات نعم والحارة كلها ايوه يعني اعتقد ان كل الاغوات بيسكنوا فيها. ايوه فبالنسبه لهم يعتبر الحرم مكان قريب للشغل بتاعهم. اليوم بيوت مدين لهم على تراب. لكن بعد ما هتسيبوا المكان ده ان شاء الله نعم بعد ما هتسيبوا الحاره ان شاء الله التدبير لازم يروح كل واحد يديله تعويض يروح محل ياجر شقه يبني بيت على كيف. بالنسبه لك انت احسن انك تعيش هنا في الحاره ولا تعيش برا؟ والله انا اذا لقيت حاره عيشته احسن لي من بيت هنا في الحرم احسن. ايوه ليه؟ قريب عشان قريب للحرم. بس عشان قريب ولا بس عشان اوقات الخمسه واذا جاء واحد ملك عاوز يخش الحجره كمان يجي الامير يجيب ما هو ساكن كمان نقتل الحجره ويخش يعني كده كويس. اي حجره؟ حجره النبي قبر الرسول. آه.
نواد ملك يعني جاي بإذن من الملك يجي مع البوليس والضباطي يخش مفتول الباب. مفتاح يكون معكم انتم؟ تمام معنا. انتم تكونوا مشرفين برضه؟ مفتاح عندنا نعم. على على يعني على الرعايه. ايوه مفتاح عندنا. سنين ما ادري كان في ايام تركيا كان حاكم تركيا كل الحجاز. بعد ما ابوي توفى اهل الخير ومع والدتي ربوني وتعلمت وعام 38 عربي بعد ما السعودي دخل المدينه 44 48 جينا المدينه سكننا في المدينه استاجرت بيتنا جنب البقيع سكننا. أمي توفيت هناك وأنا تجوزت عندي أولاد والبيت هذا كان صغير ودورت هذا البيت خرابة عندي واحد أغا من أغوات أقوال الحرم اسمه زين وقال في خرابة هنا أديك هي تستأجرها مني وتصلحها وتدفع الأجرة كل سنة واتفقنا على 3000 ريال أجرة كل سنة وأنا أسوي الخراب. قال هذا وقف للحرم وقف للحرم تحت إشرافهم هم إشراف الأغوار وكتب لي سند موجود سند عندي وأرسل له البيت كل الخشب الميسن أشيل الطيبة بتال أحط طيب كل مسوف جديد خشب جديد ندرت بنيان كله صلحت ساكن. هو مات الراجل أتولى واحد ثاني قال هذا الكتاب ما ينفع إلا تزيد أجرة صار يزيد من 3 إلى 10 وأدفع وبرضه خرابة أصلح وأنا قاعد عشان جنب المسجد أصلي إذا أدن هسفل الصلاة لا غير. وبعد التهديم يعني حتروح فين؟ الله كريم الله كريم الله يكرمني أمة محمد إلى خير. وانت الاهل تاعك فين ساكنين؟ اهلي معايا في البيت. هنا في البيت؟ ايوه. اولادي كبروا كلهم اشتغلوا برا. واما انا والمراه والبنات هنا. المراه كبرت وانا كبرت. وعندكم في تعويض من الحكومه او؟ ما ندري، احنا ما عندنا ملك، مو ملكنا هذا. نحن مستاجرين. اذا حكومه اعطانا جزاها الله خير. اذا ما اعطانا الله يخلف علينا اللي سويناه. احنا عمرنا فيه كثير زيادة عن 150,000 ريال اللي سوينا فيه كل ما لمينا فيه نسوي وندفع الأجرة عشان بس نصلي في المسجد هذا والله في أي غلط إلا لهذا المسجد. ممكن تعطينا التاريخ الأغوات امتى إذا تعرف عنها تاريخ امتى بنيت و ما أعرف متى بنيت لكن أعرف أتركها على الأغوات موجودة من أهل الترك موجودين وسبهم من جابهم واحد حاكم من السودان اسمه علي دينار هو الذي جابهم هو اللي سواهم قطعهم وجابهم لأنه هذا خلاف عن السنة. من السودان؟ إيه من السودان. ويعني إيش تظن عن القطاع هذا؟ ما منه أساس ظلم. ظلم؟ ظلم. يعني ما كانت من سنة ما في سنة خالد سنة رسول الله الله ما أنزل هذا من سلطان وكان أسراق ضرب يسوي كده وفي الحبشة كان حي سلاسية دحين هذا الموجود كله من حي سلاسية ملك الحبشة الذي نزل هو اللي سوى هذا وهذا كله خلاف عن سنة رسول الله ما أنزل ذلك من سلطان هذا ظلم لأن أبناء الناس يأخذ يسوي ما يسوي أبناءه هو يأخذ أبناء الناس يقتل أما أبناءه ما يقتل وهذا نوع الظلم. والسلام عليكم. وممكن تكلمنا يعني ظن ايش عن التهديم هذا كيفش؟ اي تهديم؟ تهديم الاغوات.
يضرك شوية ولا كيف شوية؟ والله يضرني. لماذا؟ لأجل ما أحس المسجد هذا. كبرت بلغت من العمر ما ذكرت لك. ولا أستطيع أمشي 1 كيلو إلا بمشقة. وهنا ما أتعب. أحس الصلوات 5 كل الفروض 5 أصلي هنا. يعني تقريبا إلا وقت الحج. أروح أحج وأرجع، حجيت 54 مرة. 4 مرات برجلي من المدينة إلى مكة، كان ما في سيارات. برجلي أمشي بالجمال، تحت الجمال أمشي. ما عندي شيء أركب جمال، أمشي برجلي. كم أيام كانت تأخذ لك من أصلي الجمعة هنا وأمشي ليلة يوم على أصل الجمعة. أصل ليلة الجمعة مكة. أسبوع؟ أيوه أسبوع. مع الجبال ومع الجبال مع الرمال أشيل موية على قربة. وثياب الذي نديف السلام عليكم السلام. تاريخ المدرسة 1271 أو 72 موجود لوحة على الباب. عائدة لأصل الواقف نازل تكية المدينة المنورة. كان يعني في السابق هي تابعة لأوقاف مصر والأهالي، وكان معين لها رواتب وفراش ومراسل وحبال وسجة، وكان لها رئيس يعني ناظر وش اسمه مدرس وشيخ طريقة الدعم شيخ طريقة يعني اللهم صل على سيدنا محمد حفاظ قرآن 4 والطلبة. فكان ليهم في ذلك الوقت يعني في حياة الوالد في يعني أظن 4 جنيه مصري، تفهموا أنه لها قيمة في ذلك الوقت 4 جنيه مصري. ويعني رئيس ايش اسمه المدرس كذلك، والطلبه كانوا يتقاضوا حوالي 50 قرش يعني نص جنيه، وفي لها سبيل ولها اوقاف تحت يد اوقاف المدينه. وهي قفلت سنه كم؟ ما هي مقفوله طيب؟ لا يعني المدرسه ايه قفلت يعني ما بقت فيه دراسه امتى؟ والله الدراسة لما يعني تفهم انه الطلبة يبغوا يعني يستدرك الله، فهو الان يعني تقريبا 20 سنة ما في يعني تدريس لها ولا شيء. ويعني هو السكان هنا يعني طلبة علم. لأي سبب قفلت يعني؟ لا ما في احد يعني نفسها يعني كان هو لها رواتب، والان ما في رواتب، ما لها رواتب، كانت تجيها من مصر. والان الان يعني ادتها وزاره الاوقاف. الان هي اخرجت لها حجه الاوقاف اخرجت لها حجه، ولا حجتها هي في وزاره الاوقاف المصريه. ويعني ما فيها رواتب من الاوقاف؟ ايوه. لا. والناس اللي يسكنوا هنا مؤجرين؟ رزقهم على الله، لا ما في تاجير، سكنه بلاش. والماء بلاش نحن قايمين فيه، والكهرباء بلاش نحن قايمين فيه. يعني نفسيا ولا حكومة يعني؟ لا من عندي. الحكومة يعني الأوقاف يعني بعد 4 سنين 5 سنين تجي تطلب منها تعمير، تسوي يعني بأشياء كم عاد تسوي في ذاك التعميرات وأشياء. وهذا يعني لو ما كان الوالد رحمه الله هو من زمن حكومة الأتراك وكان رئيس البعثة الإسلامية يعني للآثار، كانت هذه المدرسة انتفرت. حيث كان تفهم الحرب العالمية السابقة كانوا يجوا ينزلوا الخشب ينزلوا الأشياء، الوالد كان حتى قايم بها، وكان الباشا حق المدينة فخري باشا كان يحترم الوالد بصفته أنه رئيس أسر المدينة المنورة، فحافظ عليها وثم توفاه الله، ثم بعدها نحن جينا يعني لا نحن جالسين فيها إلى الآن. ممكن تكلمنا عن التهديم؟
الهدمه هدم الاغوات كلها يعني. والله هذا عايد لولي الامر اذا راى المصلحه هذا التنفيذ عايد له. ويعني انتم عندكم فيه ضرر مبدا في التهديم يعني يضركم يعني؟ والله يعني نحن ساكنين والحكومة جزاها الله خير جعلت قروض عقارية وأشياء وإلى الآن نحن ما يعني كتبنا وما استحصلنا على قرض عقاري لجل الإنسان يشوف له محل يبني. ويعني في أعطوكم في تعويضات ولا مازال لسه؟ تعويضات؟ أيوة. لا هذه ربما إذا كان لها تعويضات فتستلمها الأوقات. تستلمها الأوقاف أوقاف المزيد. وأنت نفسيا ما عندك لها دخل يعني؟ لا منها هي؟ أيوة. لا ما في دخل. ما يعوضوك أنت عليها؟ لا ما يعوضوك. سكنك اللي هنا يعني؟ سكنك اللي هنا؟ إيه؟ مش هيعوضوك عليه؟ لا أبدا. لا انت استاجرت دحين برا واشتريت؟ لا والله ما استاجرت لسه يعني بتنتظر لما يعطونا القرض ونبدا فيه. والقرض هو 300,000 تاخذ يعني كقرض وتسد القرض هذا؟ ايوه هذا من قبل الدوله جزاها الله خير. ما ترددهم اياه؟ الا ترد بعد خمس يعني في كل سنة تدفع قسط يعني لمدة 25 سنة من البنك العقاري؟ من البنك العقاري. مش يعني يدوك إياها كتعويض على البيت؟ لا 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 المنزل أنت ساكنه هنا؟ لا لا لا. وما تظن يعني تستمر هذا المدرسة ولا ما عندك فيه فكرة؟ كيف؟ يعني حتى المدرسة حتنفتح مرة أخرى ولا؟ والله إذا خدمت تصبح الفلوس في الأوقاف وإذا يشتروا شيء الله أعلم هذا شيء عايد لوزارة الأوقاف. موجه إلى عموم الأوقاف المصرية ناظر الأوقاف المصرية من قبل ناظر وقف الجواهر حسين سعد. صورة لمقام الأمارة الجليلة لطلب تكليف صرف مرتبات من الخزينة النبوية. Thank you.
الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله
فقضت بطيبة وحي ليال ما عرفت لها قدرا رعى الله أياما تقضت